Bismillah. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم إخواني اهدنا الصراط المستقيم جعلناها خطبتين في الماضي ثم أتبعها بقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خطبتنا اليوم عن المغضوب عليهم والضالين وهكذا نختم سورة الفاتحة إن شاء الله أولا صراط الذين أنعمت عليهم من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم يا أخوان إذا نظرنا للتفسير نرى هم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ونطلب من الله جل جلاله أن لا يجعلنا على طريق المغضوب عليهم والضالين ونطلب من الله تبارك وتعالى أن لا يجعلنا على طريق المغضوب عليهم والضالين يا أخوان المغضوب عليهم هم اليهود طيب لماذا غضب الله عليهم لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به الآن المسلمون يعرفون الحق ولم يعلموا انتبهوا الله أكبر اليهود لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به بل وازدادوا على ذلك قتلوا الأنبياء قتلوا زكريا قتلوا يحيى عليهم السلام وغيرهم من الأنبياء يقول محمد صلى الله عليه وسلم أشقى الناس من قتل نبيا أو قتله نبيا أشقى الناس من قتل نبيا أو قتله نبيا اليهود عرفوا الحق يا أخوان ولم يعملوا به ولذلك غضب الله عليهم والضالين هم النصارى لأنهم تركوا الحق عن جهل عبدوا الله على غير هدى وعلى غير بصيرة لما قال ربنا تبارك وتعالى فماذا بعد الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال يظن بعض الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن أن ذلك مخصوص بهم وهذا خطأ يا أخوان انتبهوا يقول العلماء ليس المغضوب عليهم اليهود فقط
بل كل من كان عنده علم من القرآن والسنة ولكنه لا يعمل بعمله، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا مغضوب عليه. الله أكبر. بل كل من عنده علم من القرآن والسنة ولكنه لا يعمل بعلمه فهذا مغضوب عليه، لأنه عرف الحق وتركه والعياذ بالله، ولكن مغضوب عليه عملي ليس اعتقادي، عملي يعني مذنب. والذنوب، الله أكبر، الذنوب يا أخوان، يا أخوان، كثير من المسلمين، والله كثير من المسلمين يعرفون الحق ولكن يعرضون. يقول الصلاة حق ولكن لا يصلي، الزكاة حق ولكن لا يزكي ولا يصوم. طيب هذا هو الإسلام؟ طبعا لا، لا بد للمسلم أن يحاسب نفسه، لا بد للمسلم أن يحاسب نفسه ويؤمن كما أمره ربه وأخبره نبيه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الذي يدعوا أنهم مسلمون، الله أكبر، لا يكفرون اليهود، الله أكبر. بعض الناس الذي يدعوا أنهم مسلمون لا يكفرون اليهود والنصارى، يقولون لماذا تقولون اليهود والنصارى كفار؟ هم يؤمنون برب العالمين. يعني إذا آمنوا بالله خلاص؟ لا لا، إيمانهم ليس بصحيح، لا بد أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يا أخوان اتقوا الله. إذا نظرنا إلى المشركين الذين عاشوا على عهد محمد صلى الله عليه وسلم، أبو جهل وغيرهم من المشركين، كانوا يؤمنون برب العالمين كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولئن سألتهم، لمن يقول؟ للمشركين، يا محمد، يعني إذا سألتهم، انتبهوا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. يا الله، إذا سألتم يا محمد من خلق السماوات والأرض، من الذي نصب الجبال، من الذي بسط الأرض، من الذي كون الكون، من الذي رفع السماء، من الذي أنزل المطر، من الذي أنزل الرياح، يقولون الله الله. يؤمنون يؤمنون، ولكن ما نفعهم إيمانهم، دخلوا جهنم. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم ما آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول أرسل لجميع الخلائق كما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما قال للمسلمين، ما قال للمؤمنين، ما قال للموحدين، لا، للعالمين. ويقول في سورة الأعراف الآية 158: قل يا أيها الناس، انتبهوا يا ناس، ما عم يقول يا أيها المؤمنون، يا أيها المسلمون، يا أيها الناس، اليهود، النصارى وغيرهم من البشر، الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا،
رسول الله إليكم جميعا جميعا. الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو، يعني ربكم واحد، الخالق واحد، الرازق واحد، المعبود واحد، لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله. لو قايل آمنوا بالله قالوا خلاص بس، يعني فآمنوا بالله، والآية اللي بعدها فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسوله، يعني الإيمان بالله لا يكفي يا مؤمنين، ما يكفي، لابد أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الفتح آية 13 يقول: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. الله أكبر، سعيرا يعني جهنم، يعذبون في جهنم، لحافهم من نار، لباسهم من نار، فراشهم من نار، أكلهم شرابهم من نار، وتغشى وجوههم النار يوم تقلب وجوههم في النار. يا الله، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا الرسول. يا أخوان، يا أخوان، يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. المشركون كانوا يعترفون أن الله موجود، ولكن ما نفعهم إيمانهم. أخيرا أقول: اسمعوا بالله، اسمعوا، أسألكم بربكم، أعطوا سمعكم. أقول وأقول وأقول: والله الذي لا إله إلا هو غيره، من قال اليهود والنصارى يدخلون الجنة، والله وبالله وتالله هو لا يدخلها. من قال اليهود والنصارى يدخلون الجنة هو لا يدخلها، وكيف يدخلون الجنة وهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بالقرآن؟ كيف؟ الآيات تدل على الإيمان برسول الله، برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا أخوان، يجب علينا أن نؤمن كما أمرنا ربنا وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا سوف تكون علينا حسرة وندامة يوم القيامة. أسأل الله العظيم ورب العرش الكريم من أن يؤمنوا بربهم حق إيمانهم، وأن يكونوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وهكذا الحمد لله انتهينا من تفسير سورة الفاتحة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.